شيء كثير يعني. كثير في اشياء يعني كثير قويه هي، وبتتلزق مواد قويه كثير بتعشق السن وكثير قويه، بس بما انه قشري واحد بده ينتبه لاشياء ما يفكر حاله فيه ياكل الاشياء اللي بده اياها، الاشياء كثير قاسيه ويكسر عليها جوز او بده يضل منتبه، لانه كثير الماتريال كثير عالي الجوده، بس بنفس الوقت واحد يضل منتبه. وكون اكيد وقت تعطيه ريزلت لشخص او لمريض يكون مبسوط كثير وتنبهه، حيكون خايف عليهم وعاملهم كثير باهتمام تأني، لانه رح تغير له تعطيه اشياء حلوه كثير. هلا مثل ما حنشوف شو الحاله الثانيه اللي رح نشوفها؟ حنشوف هلا سبيسز، هي حاله بنعرضها، كان عندها فراغات بين السنين تسكرت بواسطه قشره السيراميك اللي بنسميها هي الفينيرز، سيراميك فينيرز. نعم اوكي، نفرجي حاله ثانيه لك الفراغ هون كمان، هون قدرنا عملنا قشره مع انه شوي الفراغ كبير، بس على الوجه كلها قدرنا قسمنا الفراغ بشكل يضل مناسب مع الوجه ومع الشفاف. ما في مواد صلبه ممكن يتسكر فيها هالفراغ؟ اكيد في تلبيس الكامل التجميلي اقوى بكثير. اوكي، بس حسب الحاله على طول بنقول تلبيس الكامل بنستعمله وقت الحاله لازم تكون للتلبيس. هون خبره الدكتور هو لازم يقرر شو لازم يعمل. هون كمان قشره فراغات تغيرت كمان، قدرنا نفخنا شوي البرمة السنين لانه في شفاف شوي كبار وسنين اصغر، سو كبرنا بالقشره واعطينا شكل، سكرنا الفراغات وشكل بيلبق لشكل شفافها. نعم. هون كمان هون عندنا سن لبني بنقول له داندولي. نعم. تسكر كمان بواسطه عملنا السمايل كلها، عملنا قشره السيراميك نفس الطريقه. اذا بتلاحظ نفس الانجل عم يتاخده. هون الفراغ كثير كبير. إذا حطينا قشرة سيراميك ما حتضاينه شيء للمريض، نعم حتنكسر. فتنا بتلبيس تجميلي، تلبيسة كاملة كاملة. التلبيسة التجميلي من شو معمول يعني؟ هو سيراميك نفس نفس المواد، بس بتكون الضغط بتحمله أكثر بكثير من القشرة، لأنه هي بروتكشن كامل للسن، والضغط على النتش أو على المضغ الأكل، وتتحمل كثير ضغط أكثر بكثير، لأنه القشرة هي فاست بتقعد على السن من الخارج، تلبيسه كفرينج كل السن بتكون كثير قويه. طيب دكتور، اذا بدنا نكون واقعيين شوي، بنحكي انه هيدا الطب بالذات يلي عم نحكي عنه هو طب فئوي، يعني مش كل الناس بتقدر تعمل تلبيسه، مش كل الناس بتقدر تعمل هاللوك المنيح، يعني خاصه في اشخاص بيبقوا متضررين كثير من وضع اسنانهم لظروف معينه، بس في غلا يعني بهيدا الاطار هون، كيف نقدر نسد هالثغره بين حالة المريض وبين حاجة المريض؟ اوكي، هلا نحن عم نحكي باشياء تجميلية. نعم. بس تجميل تقدر، مرات بيجيك ناس حالات شوي كبيرة عندها مثل هي اللي عم بعرضها هلا الحالة مثلا، بدها تجمل، قبل ما تجمل بدك تشوف حالة السنين، لأنه أنت لتعطي شكل مرتب بده يكون في عندك أساس. أساس نظيف، ما في التهابات، لهالتجميل يضاين المريض وضل مرتاح فيه. نعم. مش مهم تعمل له قشرة خارجية على أسس كثير ضعيفة ويكون أسنانه الأصلية عم يدوبوا. مشان هيك الدكتور لازم على طول ينصح المريض، أكيد يعني هون بترجع واحد قد عنده ضمير وقد عنده يعني خبرة بشغلته اللي عم بيعملها، ينصح المريض شو خطة العلاج الأنسب لتعطيه نتيجة نهائية، لأنه هالمريض جاي عنده مشكلة معينة مثلا نقول. جاي يعالجها، بس انت بده يتكلف مره واحده، يعني ما بده يتكلف مره واحده. انا بتسمع كثير ناس على نفس الدرس رسوا الدرس وشيلوا له عصبه ورجع التهب رجع ابعوا، هي ما بتصير عندي انا بالعياده. تكون صريح معه لدرجه انه فيك قد ما فيك، اذا عنده اوجاع بتشيل له اياها مؤقت او تاجل له اياها، بس وقتها بده يعالج مزبوط بعالجها مره واحده صح. العلاج لازم يتم مره واحده، والتكلفه لازم تكون مره واحده. في ناس بتتكلف كثير على اسنانها كذا مره، بيدفعوا بيضلوا يتعذبوا عند، بتحس يعني تسمعوا رايحين جايين عند دكتور اسنان على نفس الشغل، ومرات وكثير مرات مش مرات ما بعود يزبط، ترجع تعيد وتخرب بصير يخرب ما بعود يزبط الشغل اذا بدك ترجع تعيده مزبوط. مشان هيك الدكتور لازم يكون صريح ويشرح للمريض وخليه يتكلف مره واحده ويحط المواد المضبوطه وهو حيكون مرتاح ومبسوط. اوكي، وهون بيكسب الدكتور، بس بدها نفس، بدها يعني بدها واحد يطول باله، الريبيتيشن والمصداقيه تبع السمعه يكسبها مع الوقت، كثير مهم هي وراء الريزلت اللي عم تعطيها والنتائج اللي عم تعطيها على المدى البعيد والنهائي. دكتور سعيد، بس يروحوا لعندك على الكلينيك في طريقه معينه تفرجيهم فيها
كيف رح يصيروا اسنانهم تطمنهم اكثر ويحبوا الفكره اكثر. هيدي بشرحها بالتفصيل. نحن انا عندي حالات كثيره هلا بكذا حاله، مفرجي شويه حالات